السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم. اخترت لكم حل صفحة 11 من دفتر الأنشطة. السؤال الأول هنا: جيكري لو سوجي دو لا فراز، يعني أكتب الفاعل تاع الجملة. هنا بدأولنا التمرين بسؤال كيي كوشي سور لو سابل. تفهمنا في الحصة الماضية بأنه هذا كي، لما نجد السؤال كي هنا نحن نبحث عن الفاعل. لدينا الاختيارات لا غازيل لو شامو، شاهدوا الصورة الأولى. طبعا عندنا لو شامو، لو شامو اي كوشي سور لو سابل. إذن الإجابة الصحيحة هي لو شامو، نكتبها هنا. السؤال الثاني: كي كور سور لو سابل، كي كور سور لو سابل. نفس السؤال، نسأل بكي يعني نحن نبحث عن الفاعل. الصورة الثانية نشاهد هنا عندنا لا غازيل، لا غازيل كور سور لو سابل. إذن الإجابة الصحيحة هي لا غازيل، لا غازيل كور سور لو سابل. وهنا نصيحة للأبناء الأعزاء، لما نكتب لو سوجي الأول هنا لو شامو، ما ننساش نكتب لو تاعنا ماجيسكول، يعني لو نبداها بلا ماجيسكول، لو شامو. في الإجابة الثانية أيضا لا غازيل، نكتب ال تاعي ال لا ماجيسكول. Exercice numéro 2. Je regarde l'image, puis j'écris il, elle. هنا أملأ الفراغات بالـ pronom personnel il, هو ou bien elle, هي. الجملة الأولى: Le zèbre a des rayures. حمار الوحش لديه خطوط. إذن هنا لو سوجي تاعنا هو لو زابغ، راهو ماسكولان، اذا اعوضه بلو برونون بيرسونيل او الضمير il، وتكون الجمله il a des rayures، il a des rayures. الجمله الثانيه: le lion a une jolie crinière. le lion a une jolie crinière. الأسد لديه شعر جميل، يعني يقصد هذه كرينيغ، يقصد بها الشعر الذي يحيط رقبة الأسد. إذا هنا لو سوجي تاعنا أيضا راهو ماسكولان، لو ليون، نعوضه بلو برونون بيرسونيل بالضمير إيل، ونحصلوا على هذه الجملة إيلا اون جولي كرينيغ. الجملة الثالثة: La girafe a un long cou. La girafe a un long cou. الزرافة لديها عنق طويل. هنا لو سوجي تاعنا راهو فيمينان، لا جيراف، نعوضه بلو برونون بيرسونيل ال. Elle a un long cou. Elle a un long cou. هنا نلاحظوا أنه التمرين يعني بسيط جدا وسهل. مادام التمرين تاعنا راهو بسيط، نصيحة للأولياء زعما مثلا اللي يحضر الوليد التمرين ولا يقدر يستفاد من هذا التمرين بطريقة أخرى. لما نكتب هذه الجمل مثلا لو زيبغ أ دي غيور، يحاول مثلا يعلم الابن تاعو هذه الجملة ولا جملة ثانية ولا ثالثة، يحاول يعلمهم للابن تاعو على اللوحة، يعني سيغ لاردواز، عن طريق الإملاء. يملي يعطيه قرار الجملة، يشوفها المرة الأولى ثم يمليها عليه على اللوحة ثم يصحح له. من ناحية يستفاد التلميذ يعني من المعنى تاع الكلمات، ومن ناحية أخرى يتعلم أيضا الخط، ويعني فيها فائدة بإذن الله. أتمنى أنكم قد استفدتم معي في درس اليوم. إذا كان عندكم أي غموض أو استفسار، أرجو منكم أن تعلقوا في أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.